المملكة والإمارات والبحرين ومصر يقررون رفع قضية المجال الجوي مع قطر إلى المحكمة الدولية. المملكة تؤكد أن الأزمة السورية دخلت منحنى خطيرا وغير مسبوق في تاريخ البشرية. تعزيزات عسكرية للجيش اليمني تصل إلى الساحل الغربي لحسم معركة الحديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وإليكم نشرة الظهيرة. قررت المملكة والإمارات والبحرين ومصر رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع. وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية في طلبين قدمتهما دولة قطر تطلب فيهما تفعيل المادة 84 تسوية النزاعات من اتفاقية الطيران المدني الدولي بشأن تسوية الخلاف مع الدول الأربع، خصوصا بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي أمام الطائرات القطرية، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع. ويأتي هذا الإجراء برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية نظرا لصدور قرار مجلس منظمة إيكاو بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها، والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات. وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع، بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيا أمنيا بالدرجة الأولى. وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني. هذا وتهدف الدول الأربع من هذا الاستئناف للحصول على حكم من المحكمة يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيتين السالفتي الذكر. تجدر الإشارة إلى أن تقارير الأمانة العامة الدورية لمجلس المنظمة تؤكد على أن جميع الإجراءات الفنية لخطة الطوارئ قد تم تفعيلها، وأن الملاحة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج آمنة وفقا للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة إيكاو. ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة. وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظا على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي. ولمزيد من التفاصيل معنا في اتصالنا الهاتفي المحلل الاستراتيجي العميد حسن الشهري. مساء الخير عميد حسن، كيف تقرون هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب في رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك، شكرا لك وللمشاهدين الكرام. نتذكر أخي الكريم أنه في 5 يونيو من العام الماضي قاطعت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين نظام الحمدين في الدوحة لما تقوم به من أعمال عدائية تجاهها ولرفضها المطالب 13 والمبادئ 6 اللاحقة. لا زال هذا النظام الفاقد الإرادة والسيادة مستمر في عدائيته لهذه الدول، وصولا إلى تهديد الملاحة الجوية، وفي حد ذاته هو أيضا أعمال إرهابية. تعرضت عدة رحلات إماراتية مدنية وفي مجال جوي آمن ضمن ممرات جوية متجهة لدولة البحرين، ثبت ذلك، وعليه رفعت الدول الأربع قضية المحكمة الدولية لأن هذا الأمر لا يخص منظمة الطيران المدني. هذه الشكوى أتت أيضا بعد كما ورد في التقرير رفع قطر شكوى لمنظمة إيكاو بتفعيل المادة 84 بشأن إغلاق المجال الجوي لطيرانها،
وايضا كانت ايضا قطر ترغب في ايضا تفعيل ماده اتفاق خدمات العبور. هذا الرفع اتى ايضا اعتراض على قرار منظمه ايكاو وهي لا تملك هذا الجانب بمنح قطر فرصه للاستماع ايضا لمطالبها. دول اربع قد وضعت ممرات بديله في الاجواء الدوليه وهي مقبوله ومعروفه لدى المنظمات الدوليه للطيران. قطر مع الاسف تمارس انتهاكات قد تكون كارثيه لاعتراض الطائرات المدنيه، وهو بحد ذاته عمل ارهابي بقواتها الجويه، بالاضافه الى الاستمرار الى اعمال الارهاب ودعمه والتدخل في الشؤون الداخليه. لابد من تاديب الدوحه في كل المحافل الدوليه والابقاء على مقاطعتها حتى تعود الى رشدها. وهذا عميد حسن يجر الى سؤال اخر، اللي هو اكدت الدول الاربعه على استمرار اغلاق الاجواء امام الطائرات القطريه، ما دلالات ذلك؟ دلال ذلك ان المملكه العربيه السعوديه مع مصر والامارات والبحرين تتعرض مع الاسف لتدخلات وحملات اعلاميه وانتهاك ايضا لسياده الملاحه الجويه على الخليج، وبالتالي لا يمكن القبول او التنازل امام هذا النظام مع الاسف الارهابي الذي فقد ارادته وسيادته، وهو ينفذ اجنده لقوى اقليميه على راسها ايران وبعض القوى الاخرى. انا اعتقد انه لن يكون هناك تنازل ولا تراجع، واؤكد انه لا بد من ملاحقه النظام الحمدين في كل المحافل الدوليه. العميد حسن شيري كنت معنا، شكرا جزيلا لك. تواصل المملكة العربية السعودية والأشقاء في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة محادثاتهم مع الأشقاء في مملكة البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها، وتأكيد التزامهم بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين. هذا وقد أشاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني بالمواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، معربا عن شكره وتقديره لدعمه من مملكة البحرين في المواقف كافة التي أثبتت عمق الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية تدين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية على المدن السعودية والمناطق الأهلة بالسكان والمدنيين، وشدد البيان عن أمله بأن تسهم جهود المجتمع الدولي في حل سلمي للأزمة اليمنية من خلال استئناف عملية سياسية تشمل الأطراف المعنية. أنشأ مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران أول متحف مخصص للأطفال في المملكة، ويشتمل المتحف على أقسام متنوعة تساعد في تنمية قدرات الأطفال الذهنية. متحف الأطفال في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران هو المتحف الأول من نوعه على مستوى المملكة، وهو متحف مبني على أساس اللعب ويقدم أركانا عملية للأطفال حتى عمر 12 عاما. متحف الأطفال يعد هو أول متحف للأطفال في المملكة العربية السعودية، وهو مساحة استكشاف وهدفها تعلم من خلال اللعب، وهو طبعا يستهدف الأطفال من عمر 0 إلى 12 سنة وبالإضافة طبعا إلى عوائلهم. تفاعل واضح واندماج كبير من قبل الأطفال بأعمارهم المختلفة، حيث تقوم فكرة المتحف على اكتشاف الطفل لكل الأشياء من حوله بطريقة تصقل العقل وتنمي الإدراك. هذا أحسن مكان قد رحت له، والألغاز حلوة يعني مرة حلوة. رائع مفيد واستفادوا كثير، يعني هو يعني التعلم بالترفيه، يعني هم يلعبون تعلموا. في متحف الأطفال هناك أقسام أخرى تستهدف المراحل المبكرة للطفولة بمساعدة آبائهم وأمهاتهم، يقوم فيها الطفل بالتعبير عن مشاعره عن طريق استكشاف الأشياء من حوله. لقناة السعودية، محمد الحمادي، الظهران.
أكدت المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان أن الأزمة السورية دخلت منحنى خطيرا غير مسبوق في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أنه على الرغم من النداءات العاجلة والقرارات الأممية المطالبة بفتح ممرات إنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين والمتضررين، إلا أن النظام السوري وحلفائه مستمرون في مواصلة عملياتهم العسكرية والحصار وتهجيرهم القسري للمدنيين الأبرياء من المدن والقرى، ضاربين بكل هذه القرارات والنداءات عرض الحائط. وفي كلمة المملكة خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان بالوفد السعودي الدائم في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور فهد المطيري، جدد موقف المملكة الثابت تجاه الأزمة السورية وأنه يجب حلها سياسيا وفق مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وذلك بما يحقق تطلعات وأمال الشعب السوري الشقيق بأن يعيش في بلده بأمان وكرامة ورخاء. في داخل سوريا ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي للنظام وحلفائه على ريف درعا إلى 8 أشخاص وسط غارات متواصلة على مناطق في درعا جنوب غرب البلاد. إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 45,000 شخص فروا جراء تصاعد القتال في محافظة درعا بجنوب غرب سوريا واتجهوا صوب الحدود مع الأردن. وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للجيش اليمني إلى منطقة الساحل الغربي تمهيدا لحسم معركة الحديدة في وقت تشهد فيه المحافظة تقدما حذرا للجيش الوطني بعد أن قامت ميليشيا الحوثي على استخدام المدنيين بالقوة كدروع بشرية. يأتي ذلك فيما سيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع عسكرية استراتيجية جديدة في محافظة البيضاء إثر معارك ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن فتح الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان لتسهيل حركة المواطنين وانسياب حركة التجارة، مشددا على استعداد بلاده لتقديم كل ما يسهم في تحقيق السلام بجنوب السودان، مؤكدا على تحقيق السلام الدائم والأمن والاستقرار في الجنوب. تتابعون في النشرة بعد قليل. الهيئة العامة للإحصاء تفوز بجائزة الإنجازات الحكومية العربية عن خدمة الخريطة التفاعلية. مرحبا بكم. فازت الهيئة العامة للإحصاء بجائزة الإنجازات الحكومية العربية وذلك عن خدمة الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات التي أطلقتها الهيئة مؤخرا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت. وأعلنت أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى المنطقة العربية الجهة المنظمة لجوائز أفكار للابتكار الحكومي المتميز للعام 2018 أمس في دبي أنه تم اختيار خدمة الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات التي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء ضمن 7 خدمات متميزة على مستوى المنطقة بين أكثر من 47 خدمة ترشحت للفوز بالجائزة. وتعد خدمة الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات من الأدوات التقنية التي تقدمها الهيئة العامة للإحصاء لاستعراض دليل إحصاءات الخدمات لمدن وقرى المملكة الذي يعد المرجع الرسمي الموحد لخدمات جميع الجهات الحكومية والأهلية المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة. قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار بمن فيهم قادة قواتها الدفاعية وجيشها يجب أن يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملة أقلية روهينجا. وأدعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة النتائج التي تتوصل إليها التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر شامل على الأسلحة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا والعقوبات المالية ضد كبار المسؤولين. وفر نحو 700,000 من الروهينجا معظمهم من المسلمين إلى بنغلاديش من ميانمار منذ حملة عسكرية في أغسطس الماضي وصفتها الأمم المتحدة بأنها مثال للتطهير العرقي. اجتمع كبار المسؤولين من الصين ودول الآسيان حول تنفيذ إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي في مدينة تشانغشا بوسط الصين يوم الخميس. ترمز رابطة دول جنوب شرق آسيان إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 10 بلدان
في المنطقة. ناقش الدبلوماسيون القضايا بما في ذلك تنفيذ التعاون البراغماتي البحري والتفاوض على مدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي. قال نائب وزير الخارجية الصيني كونغ زوانيو الذي يترأس الوفد الصيني إن الصين تتوقع من الأطراف المعنية أن تواصل جهودها من أجل دفع الحوار والتعاون للأمام والسعي من أجل المزيد من النتائج والتقدم. أغلق سوق الأسهم المحلية اليوم تداولاته على ارتفاع بلغ 18.38 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 8317 نقطة بتداولات تجاوزت 2.5 مليار ريال. يلتقي المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره منتخب ألمانيا في مواجهات الجولة الثالثة من البطولة عند الساعة 5 مساء، وفي نفس التوقيت يواجه منتخب المكسيك منتخب السويد من المجموعة السادسة، فيما يلاقي منتخب صربيا نظيره منتخب البرازيل ضمن المجموعة الخامسة، وذلك في تمام الساعة 9 مساء. ويلتقي بنفس المجموعة منتخب سويسرا مع نظيره منتخب كوستاريكا في تمام الساعة 9 مساء. الزميل عادل غازلي يقدم لكم نشرة الأحوال الجوية. شكرا ياسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا الكرام. استمر تأثير الموجة الغبارية على الأطراف الشرقية والشمالية الشرقية وأيضا على مناطق وسط المملكة هذا اليوم، تتأثر بها منطقة الرياض والأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض، وأيضا تتحرك هذه الموجة الغبارية لتشمل الأجزاء الجنوبية الغربية في منطقة شرورة وأيضا بيشة ومنطقة نجران خلال الساعات القادمة، وأيضا المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتأثر بهذه الموجة الغبارية. أيضا استمر نشاط الرياح الشمالية من صبيحة هذا اليوم على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وهو ما ساهم في تكون هذه الموجة الغبارية وتحرك هذه الموجة الغبارية من الأطراف الشمالية الشرقية إلى مناطق وسط ثم الأطراف الجنوبية الغربية. أيضا تتأثر المنطقة الشرقية بالرياح الشمالية النشطة هذه الساعة، وأيضا انخفاض واضح في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1.5 كيلومتر. أيضا تنشط الرياح الشمالية على مياه الخليج العربي اللي تساهم في ارتفاع الأمواج لأكثر من 1.5 متر. في المقابل تنشط الرياح الغربية الدافئة والرطبة على المدن الساحلية في غرب المملكة، وهما يساهم في ارتفاع نسب الرطوبة في الأجواء. أيضا تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية على طول مياه البحر الأحمر. نذهب بحضراتكم سريعا إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد في مدن المملكة. في مكة المكرمة تبقى الأجواء غائمة جزئيا وخلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية خاصة في مدينة الطائف، وترتفع درجات الحرارة إلى منتصف الأربعينات وتنخفض عند ساعة الفجر الأولى إلى 32 درجة مئوية. أجواء غائمة جزئيا في المدينة المنورة ودرجات حرارة في منتصف الأربعينات. أيضا عوالق ترابية وأتربة مثارة في العاصمة السعودية الرياض، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1.5 كيلومتر. في الساحل الشرقي عواصف ترابية وأيضا درجات حرارة مرتفعة، ترتفع درجات الحرارة على معظم مناطق شمال المملكة، وأيضا تبقى الأجواء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية. أعزائي المشاهدين، هذه أبرز نقاط الطقس، شكرا لحسن المتابعة، عودة جديدة إلى الزميل ياسين وختام نشرة الأخبار. شكرا للزميل عادل. ختام نشرتنا المشاهدين تذكير بالعناوين. المملكة والإمارات والبحرين ومصر يقررون رفع قضية المجال الجوي مع قطر إلى المحكمة الدولية. المملكة تؤكد أن الأزمة السورية دخلت منحنى خطيرا وغير مسبوق في تاريخ البشرية. تعزيزات عسكرية للجيش اليمني تصل إلى الساحل الغربي لحسم معركة الحديدة. شكرا لكرم متابعتكم، تحية لكم من كافة الزملاء ومني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.